الشق الاقتصادي، الشق السياسي والاجتماعي موجود في الحملة؟ طبعا. لا شك، ده الشق السياسي والاجتماعي هو الأساس، لأن احنا عمرنا ما هنحل أي مشكلة من غير ما نعملها توصيف الأول، يعني عمري ما هقدر أحط علاج بدون تشخيص. فلو المواطن المصري معرفش هو حقيقة الوضع اللي حصل النهاردة ايه، عمره ما هيقدر يقدر اللي بيتعمل من حكومته بالزبط. ولا هيقدر يعني لازم ان احنا يبقى عندنا بيقولوا عليه سيلف اويرنس، اللي هو نفهم احنا واقفين فين، يعني نفهم احنا واقفين فين. فطبعا الحملة معنية بده في المقام الاول، احنا طول الوقت شغالين بقى لنا النهاردة اكثر من شهر ونص على صفحة التنسيقية بشكل دائم، انفوجرافات بتشرح الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري. بنحضر دلوقتي برضو من الحاجات اللي احنا مش عايزين نحرقها، بنحضر برضو يعني نموذج الحلم المصري، احنا بنعمل نموذج النهاردة للحلم المصري ضمن الحملة، ضمن الحملة سواء هنعدي نموذج الحلم المصري، المواطن المصري المرجو للجمهورية الجديدة المفروض يكون بيتحلى بكذا وكذا وكذا وكذا، يرى الأمور بشكل فلاني، يصدق إيه وما يصدقش إيه، المصفى اللي المفروض تبقى موجودة في عقولنا وفي ودننا وإحنا بنسمع أعرف الفرق. يعني للأسف الشديد قوة الدولة الشاملة جبارة، لكنها مش حتى الآن لسه ما اتجمعتش، لسه مع الناس كلها ما حطتش ايديها في ايدين بعض. قوى الدوله الشامله مش بس الحكومه والمؤسسات، قوى الدوله الشامله في مقدمتها المواطن المصري والمجتمع المدني. النهارده احنا يعني سعينا في سوا هنعدي هو ان اكبر قدر ممكن من المواطنين المصريين باختلاف فئاتهم يقدر يستوعب ان المتطلبات اللي بيطلبها النهارده، وزعلان جدا ان مثلا لتر البنزين زاد مش عارف ايه ولا الاسعار شكل، لا ده احنا النهارده الوضع اللي احنا فيه ده افضل بكتير جدا، افضل 10 مرات صحيح مما لو كان الاصلاحات اللي كان بيعاني منها في السنين اللي فاتت ما حصلتش. فلا ده انت لازم تعرف ان المسار ده، المسار اللي انت كنت بتطلبه في الاول يا مواطن وبتقول عليه استقرار، لو كنا كملنا فيه كنا زماننا بنعلن افلاسنا، ما كناش زماننا موجودين في الحلقه دي، زي ما يعني بقى حد من زماننا تفضل قبل كده وقال كده، ما كانش هيبقى فيه كهرباء، ما كانش هيبقى فيه وقود يجيبني. فلا لازم المواطن يعرف ان ما تم انجازه الان كنا فين وبقينا فين، كنا فين وبقينا فين، ما تم انجازه الان هو جيد للغايه بالنسبه ل ل ل ل لمستوى الوعي اللي بيساعد اللي بيبني. لا انت محتاج انك تعرف اكتر، معلش هنتعب شويه مع بعض ان احنا نفهم حقيقه ازمتنا ومشكلتنا عشان نقدر نطلع منها مع بعض، سواء هنعدي ان شاء الله ان شاء الله. كم عضو في التنسيقيه بيشارك في الحمله حتى الان؟ الحمله انتوا المنسقين يعني احنا النهارده احنا 54 عضو من اعضاء التنسيقيه، فيهم حوالي 22 نائب من نواب البرلمان شيوخ ونواب، وفي يعني بعض كمان زملائنا 4 من التنفيذيين وبعض الزملاء الخبراء الاقتصاديين عشان خاطر بيصيغوا بقى الرسائل الاعلاميه اللي بقول سيادتك عليها.